أول ما جو داعش لقريتنا قالوا تعال اسمه وأي واحد هنا شرطي تنسى المرات ماله. أنا قلت يمكن صحيح، رحت دليتهم على أبوي جو قذبوه وذبحوه واسمه. ورا ما ذبحوه قاموا يقضبون ويذبحون على غريتنا يجيبون ويجلدون. صراحة احنا في مركز الشباب، شباب بصورة عامة يعانون من مشاكل النفسية الكثيرة. على سبيل المثال يعانون من عادة من مرض PTSD، اضطراب ما بعد الصدمة. بعض الشباب يعانون من تبول لا إرادي، وبعضهم يعانون من خوف الزائد أو من اضطرابات النوم.